اللي قدامنا في الصورة ده دكتور محمد مشاري. دكتور محمد مشاري ده من طنطا، بيكشف على العيانين بعشرة جنيه بأجر رمز جدا. ممكن يديهم العلاج من عنده أو يديهم تمن العلاج. بياخد من عيادته لبيته مش لعنده العربية ولا موبايل ولا حاجة، هو أخره بيعتمد على تليفونه الأرضي. رجل كبير في السن، الله يديله الصحة. إلى أن غيث الرجل السري الإماراتي اللي بيتبرع دايما للفقراء والمحتاجين اداله 20,000 دولار وسيارة فارهة. اكتشف غيث بعد فترة ان الراجل ادى 20,000 دولار للمحتاجين وباع العربية واداها برضو تمنها للمحتاجين علشان يساعدهم، ورجع له تاني وقال له ليه عملت كده؟ قال له دول اهم واولى مني، انا بس كل اللي بطلبه منك سماعة عشان اعرف اكشف عليهم. شفتوا اكتر من كده حب وانسانية؟